السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا فيديو اسطورة جدعان، هنشرح الحدثين اللي هينزلوا ان شاء الله النهاردة بالليل، وهنشرح تبيع تشكيلتك ولا لا. كل ده ان شاء الله هنشرحه في فيديو النهاردة. وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وبسلامة دايما، وهجيب لكم التسريبات وهرجع لكم. فرسميا هذه التسريبات او اللاعبين اللي عندنا، وهما كافو وإيسيان والأسطورة يوهان كرويف. بس أنا شايف إن الأوفرات دي قليلة للعيبة الأساطير دي، يعني يوهان كرويف ممكن يكون 116 أو 114، وكافو ممكن يكون أو 115، ده يوهان كرويف ماشي. إيسيان 115، ده لو أنا اللي هدي الأوفرات ماشي. كافو 115، فدي هي الأوفرات اللي بالنسبة لي هتكون حلوة. المهم نيجي اللي بعده، واللي هما الاوفرات 110، من 110 لحد الاوفر 112. مبدئيا كده عندنا لامبرد واشلي كول ودروجبا ومولر وسي بي 111 وكاكا وكومان، بس سي دي ام والاسطوره ايزيبيو والاسطوره رونالدو. الظاهر انا عارف ان الاوفرات دي قليله، بس اللعيبه دول يعني لامبرد مش بيجيله اوفرات كتير، بس رونالدو الظاهره يعني اوفرات كتير، يعني بينزل له نسخ كتير ماشي. نيجي بقى لاقوى اللعيبه اللي هتنزل، اللي هم من 115 لحد 116. نبدا باول حد واللي هو الاسطوره الهاكر في الملعب، الاسطوره كانتونا بأوفر 116، واللي هو احسن اس تي في اللعبة رسميا كانتونا ماشي. وروني بأوفر 115 سي ام او صانع العاب، وكلوس فابيو كانافارو سقراطس وسي دي ام تاني، بس انا افضل سقراطس طبعا، وكاتوزو وهرنالديز اس تي واس تي كمان 115، وبيلي سي اف للاسف عشان احنا كلنا مش بنلعب بسي اف، او معظمنا مش بيلعب بسي اف. نيجي بقى اللي بعديه، واللي هيكون فيه مسارات للعيبه اللي قدامكم دي، يعني هتحصل لاعب من الثلاثه دول مجاني. بس انا بقول لك لما الحدث يبدا ما تدخلش في اي مسار، انا هبقى اعمل لك فيديو بعد الحدث على طول ان شاء الله، او بالكتير قوي بكره الصبح ماشي، او بكره الصبح ممكن ما ينفعش، فممكن اعمل بالليل. بس انا بقول لك ما تعملش اي حاجه الا لما انا اقول لك تدخل في انهي مسار ماشي. دول تلات لعيبه اللي هيكون في مسار، ورسميا عملات الالتيميتس تقدر ان انت تبدلها يا بفلوس يا بالعملات الجديده اللي هي بتاعه الايكون ماشي. انا عن نفسي محوش شويه، هبدلهم شويه تقريبا كده خمسه، محوش 45 هبدلهم بعملات بالعملات الايكون الجديده، فانا انصحك ما تبدلهمش بالفلوس. المهم والمشينات دي لما تلعبها مش هتحصل من النقط بتاعه اللي هي النقط بتاعه اسمه ده الحدث، لا مش هتحصل منها. انت لما بتخلص المشينات دي، لما تاخد الجايزه اللي هنا دي، لما تاخدها هتاخد بقى العمله ماشي. نيجي للصوره اللي بعديها اهو، هتاخد من 15 ل 35، واللي بيسأل الفيديو كام هتاخد عليه 10 فقط ماشي. يعني لو انت حظك وحش 25 في اليوم، وممكن يكون فيه في المهام، وده بقى بيقولك دي ممكن تكون سهلة بالنسبة لك، بس هي حرفين ممكن تكون يعني هي صعبة مش سهلة. وبيقول لك شابتر كويست راوند 1، يعني لسه هينزل شابتر كويست راوند 2، وانا شفت بس ما لحقتش اصورها عشان كانوا بيعملوا بسرعة. المهم يعني لما تخلصها، لما تدخل 20 جول في نمط المدير الفني او المانجر مود، ولازم تفوز 10 ماتشات في المانجر مود وتعمل 6 تدخلات اللي هو مثلا الزحلقة او كده ماشي. نيجي للصورة اللي بعدها، وانا الصراحة يعني ما قالوش المسار بتاع يوهان كرويف، بس في المسار
ده بتاع كفو، هتاخد لاعبين 109 و110 و111 111. بصوا انا جايبه لكم كلكم، هتاخد كومان واستشكوف، وهتاخد رونالدو الظاهرة واستي وكاكا وكافو في اخر المسار. بس كافو ده هيحتاج 400 نقطة، والباقي هيحتاج 50 نقطة اظن. ماشي. المهم نيجي اللي بعده، هي المهام، واللي هو لو انت ختمت، عارفين يا جدعان المهام دي؟ ايوه، المهام دي اللي مرسوم عليها رقم 1. مش لما انت تخلصها كلها 5 مرات، فهتاخد لاعب من 108 لحد 113، و2 مليون و400 نقطة بتاعة التصريح. ماشي. فانا انصحكم ان انتوا تخلصوها. بمناسبة التصريح، هو ده التصريح اللي هيكون موجود في سي بي، اللي هو كامبل اظن مكتوب. ايوه كامبل، 114، ومدة الحدث او مدة التصريح قصدي 2 اسبوع. ما تاخدها مني مش 13 يوم، لا 2 اسبوع. ماشي. ولو انت مش بتشحن هتاخد ال دبليو اظن، معلش الصورة مش واضحة، هتاخد اظن ال دبليو 110. ورسميا النزول النهائي بتاع دوري الابطال، بس انا ما اعرفش ايه الشركة دي يا جدعان. الشركة دي يعني منزلاه بعد اما الحدث نزل، بعد اما الحدث خلص، ما اعرفش. المهم يعني ده اللي هيكون في التصريح، وهو برناردو سيلفا. وفي مفاجأة يا جدعان بعد الصورة دي أظن. أيوة برناردو سيلفا هتاخده لو انت بتشحن، وانا انصحك بيه. الصورة اللي بعدها هتاخد لاعب 113 مجاني في المهام، انت متخيل؟ بس لازم تخلصها قبل 14 يوم ما يخلصوا. بس المهام دي أظنها سهلة، يعني بيقولك ان انت تسجل 20 هدف. ماشي. وبعديها تدخل 5 هدات. اللي تحت بقى محدش، يعني محدش ورانا من المطورين اللي تحت. ماشي. نيجي للصورة اللي بعدها، وهم دول اللاعبين اللي هينزلوا. ماشي اهم، لو انت عايز تاخدهم سكرين شوت. واهم، بس يا جدعان ما كانش مكتوب ان هينزل اي جي كي، بس بصوا في الصورة اللي قبلها، بصوا لو لقيته تحت هنا، هنا يا جدعان هتلاقوا بوفون جي كي 114 اللي هو جنب برناردو. ماشي. وهتلاقوا جينيولا وجيرو اللي هو اخر واحد على اليمين ده، بس منزلينه ايكون معرفش ليه بقى. ماشي. وفي مين كمان؟ بس ماشي. ودي الصورة اللي بعدها. بصوا يا جدعان يعني ايه الشركة دي بجد؟ يعني بصوا ثياجو سيلفا والسانش. ماشي. ثياجو سيلفا سي بي من الايكونز، ازاي؟ مش عايزة اعرف انا. ماشي. وفي سي بي كمان 114 من الايكونز، بس هو مش ايكون طبعا. ماشي. وفي كامبوس، كامبوس ده كان بيأدي معايا اداء حلو. وفي ايميليانو مارتينيز، بس انا مستغرب مش ده ايكون، مش ده حدث ايكون بس، معرفش بقى يا جدعان. ماشي. نيجي للصورة اللي بعدها، وهم دول لاعبين دوري الابطال اللي رسميا هينزلوا، وانا متحمس قوي للسي بي ده، ونفسي ان انا اجرب كورتوا. بس انا يا جدعان تشكيلتي، معلش لو سمعت صوت. المهم تشكيلتي يا جدعان ممكن ان انا اخليها كلها 114 وواحد 115، وال115 ده ممكن يكون مثلا استي. فهي دي المشكلة، اللي انا مش عارف اجيب كورتوا، ولو هعرف اجيبه هيكون سعره غالي. نيجي للصورة اللي بعدها، واظن الاخيرة. ايوه هي الصورة الاخيرة، ودول الاشخاص اللي انت هتاخدهم في المسار بتاع كافو، ناكاتا وستي بي 111 ورونالدو واستي 109 وكاكا وكافو. ماشي. احنا طبعا لسه ما خلصناش الفيديو، هخش على اللعبة وهقول لك دلوقتي كل النصايح اللي انت محتاجها، اللي انت محتاج انك تعملها دلوقتي. ماشي جدعان. وبعد اما خشينا على فيفا، انا جدعان يعني بالنسبة لي اللي انت تعمل كل المقايضات هيكون احسن. يعني لو انت شفت انا في الفيديو اللي انا في الفيديوهات اللي انا بعملها خلصت كل المقايضات، ما عنديش مقايضة ما عملتهاش، حرفيا كل المقايضات خلصتها، كل حاجة مجانية في الحدث اخدتها. فانت لازم تاخد كل حاجة من التوتس ايكونز، الالتيميت توتس. ماشي. وكل الحاجات اللي هتختفي في الحدث،
ماشي، فخد كل حاجة مجانية. نيجي بقى الموضوع، هبيع تشكيلتي ولا لا؟ بص يا جدعان، هي دي تشكيلتي، مفيش طبعا ولا واحد فيها بيتباع. مثلا على سبيل المثال، لو بنزيمة بيتباع انا ابيعه ولا لا؟ لو هو قابل للمقايضة ابيعه ولا لا؟ بص، انت هتبيعه في حالة واحدة، لو انت عندك بديل ليه. مثلا انا عندي مين؟ عندي بنزيمة 114 كمان، بس افترض ان ده مش عندي وعندي بنزيمة ده، ممكن ان انا احط بنزيمة ده بدل بنزيمة اللي هو ال 118 ده، وابيع بنزيمة ال 118 واخلي بنزيمة ده معايا. بس لو مثلا انا اقل اوفر عندي، مثلا عايزة ابدل اللي هو اقل اوفر عندي، انا هعتبر طبعا ده الاوفر عندي اللي هو كلاوس، ماشي، انا عايزه ابدله واجيب عشان الحدث الجديد وكده، ماشي. لو انا عندي مثلا ار بي في حدود مثلا 110 111 109 على الاقل قوي، احتمال ابدله، ماشي، بس ما يقلش مثلا عن 108، ماشي. يعني لو انت عندك بدايل للاعبين ماشي بدلهم، لو انت مش عندك لا ما تبدلهمش وسيبهم عندك، ماشي يا جدعان. بكده اقدر اقول نخلص فيديو النهارده. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.